هنلاقي هنا في الجزء العلوي معركة نزيب البحرية أو معركة نصيبيين، ودي أهم معركة للجيش المصري في القرن 19، أو بنسميها المواجهة المباشرة بين محمد علي والسلطان العثماني، اللي حصلت يوم 24 يونيو 1839، وكان الجيش المصري بقيادة البطل فتحي إبراهيم باشا، وانتصر على الجيش العثماني، تم تدمير الجيش العثماني في 3 ساعات. نسيب أو نصيبيين، هتلاقي ده وده، يعني الاسمين موجودين في المعركة. وقائد الاسطول قابودان احمد باشا فوزي، قائد الاسطول التركي، جاء اسكندريه سلم سفن الاسطول بتاعته هنا في اسكندريه. وكان كتير من الكتب قالت ان الطريق كان مفتوحا الى الاستانه، كان مش مظبوط، يعني الطريق ما كانش بالسهوله اللي الناس متخيلها طبعا، يعني لا، هو ابراهيم باشا كان عنده المقدره بس ما كانش الطريق فاضي يعني. ولكن محمد علي بعت له خطاب قال له الزم مكانك ولا تتحرك. برضه حاجة مهمة جدا لازم نقولها، ممكن كتير جدا من اللي تناولوا التاريخ العسكري لمحمد علي وكنت انا واحد منهم، اتكلموا عن فكرة حروب الشام او المواجهة المباشرة. كان محمد علي يرغب في القضاء على السلطان العثماني فعلا؟ لا، محمد علي حب ياخد سوريا بالعافية، انا طلبتها منك انت، انا خدت سوريا، خدت اللي انا عايزه، فقال له انزل مكانك ولا تتحرك. لا، ما كانش غلط محمد علي ان ابراهيم باشا يروح الاراضون ويقضى على السلطان العثماني، لا لا خالص، لان يعني الناس كانت متخيله ان محمد علي خلاص اصبح الطريق مفتوحا الى الاراضون، واصبح محتاج وجوده يا دكتور عشان يبقى في شرعيه. هي القصه كلها ان بعد حرب المورا، بعد حرب اليونان، هو السلطان كان واعد محمد علي بدمشق سوريا، جه بعدها قال له لا انا هديك كريت بس. بس هي الفكره كلها، لا انا صريح ان هو كان محتاج وجود السلطان حتى لو سوريا عشان يضفي شرعيه، خاصه ان تركيا كانت في اضعف اوقاتها، ده بدايه الضعف هنا، لان ده بدايه القضاء على الانتشاريه، خلاص بدات تنهار شويه بشويه لغايه ما نوصل لعصر اسماعيل ما قلنا بقى اسمها رجل اوروبا المريض في الوقت ده. الحاجه الثانيه اللي في النص المجسم اللي في النص ده معاهده لندن 1840، وده برضه من ضمن الملاحظات ان النص الدكتور يبقى احنا بنقعد نناقش الموضوع ده في المؤتمر، اتفاجئت ازاي ده متحف رئاسي يعتبر رئاسه الجمهوريه، مكتوبه معاهده لندن 1841 مش 40. هما طبعا قلت الامين المتحف قال لي احنا عارفين يعني، ها بس الاستفسار الثاني اللي كان عندي او الملاحظه الثانيه واحنا بنتكلم في البحث، ان احنا من البدايه قلنا ان النصب التذكاري ده لعرض انجازات محمد علي، فهل كانت معاهده لندن احد انجازات محمد علي؟ دي مجموعه من القيود فرضت على محمد علي، فازاي تطرد ضمن الانجازات؟ وان كان يعتبر ان الحكم الوراثي في اسره محمد علي امتياز او انجاز، فلا اعتقد ذلك يعني. طبعا انتوا عارفين برود معاهده لندن طيب يعني هي باختصار بس عشان ايه؟ هي معاهده لندن كانت مصحوبه، معاهده لندن 15 يوليو 1840 مصحوبه بفرمانين 13 فبراير و1 يونيو 1841 مشموله بلائحه 19 ابريل 1841 ونصت على الاتي: حكم مصر وراثيا في اكبر ابناء محمد علي من الذكور، فإذا انقرض نسل محمد علي من الذكور كان للسلطان أن يعين ما شاء دون أن يكون لأبناء الإناث حق في ذلك. تمام؟ يعني الذكور من أسرة محمد علي، بس خلي بالكم قال لك أكبر أبنائه مش يطلع بقى ابنه، يطلع حفيده، يطلع أخوه، مش مشكلة، لأن إسماعيل هيدار النظام ده لخليفة أكبر أبنائه بس. تمام؟ تاني حاجة قال لك إن يتم اختياره لازم يجي تركيا يستلم فرمان الولاية بإيده من السلطان العثماني. لازم محمد علي حكم مصر الوراثي وعكة طيلة حياته. يعني طول ما هو عايش ياخد حكم عكة كمان، يموت تركع عكة ليه؟ السلطان العثماني. وإداله مهلة 10 أيام، لو ما ردش تتسحب منه عكة. مصر بس ولا مصر والسودان؟ أنا جاي لك في الكلام. لأن في آخر الفرمان هيديله بقى إيه؟ السودان ومحافظتها. ربع ايرادات الدولة المصرية، ربع تركيا. الجيش المصري في وقت السلم ما زادش عن 18,000 وجزء من جيش السلطنة، ويطبق نظام التأييد المعمول به في تركيا. لازم محمد علي يسلم كل سفن الاسطول اللي جاب قبضان فوزي يسلمها في اسكندرية. هبعت لك مندوب يراقب الدخل الحكومي بتاعك عشان يتأكد انت بتبعت لي ربع الايرادات بالظبط. مقدرات ربع الايرادات دي حسب فرمان 41 ب 400,000 جنيه مثلا. العمله المصريه لازم تكون مماثله للعمله التركيه الذهبيه والفضيه في القيمه والنوع والمعيار. ملابس وشارات الجيش المصري تبقى زي ملابس وشارات الجيش التركي.
الحاجة بقى التانية ان ليس من حق ولي مصر منح الرتب العسكرية حتى رتبة انتصار الراهب ده اخرك خلاص وما فوق ذلك يسم بها من السلطان العثماني ثم تم تعديل هذا المبدأ في 19 ابريل ان من حق ولي مصر منح الرتب حتى رتبة الامير الراي او العميد وختم فرمان 41 بيوم 13 فبراير وينضم الى حكم مصر السودان وملحقاتها دارفور وقردفان وسنار فأصبحت السودان تحت طبعا في عبارة عبد الرحمن رافعي كتبها قال لك هو قضى على دور الشعب في صنع الأحداث في مصر أنا عايز أقول لك حاجة بس سؤال بس أنت فتحت الموضوع دوت حسن علي إن محمد علي كان نظرته إلى الشعب المصري نظرة دونية محمد علي كانت نظرته للشعب المصري نظرة حقيرة قال كان دايما هو يقول ان مصر تبدو لي كطفل عال طفل عاش طويلا غافلا ونائما فكان علي انا خلي من كلمة انا دي ان اقوم حياله بدور الاب والام والمعلم والقاضي والخادم كل حاجة انا اللي بعمله تمام قالك ان الشعب المصري اظهر من صفات العجز والكسل فإذا لم أحمله على العمل ظل عاطلا فالشعب المصري كان بالنسبة لمحمد علي تروس فقالة هو بيحطها بيديرها بدماغه وبعقليته دي نظر ويمكن ده يوضح في حاجتين اثنين في بناء الجيش كتير جدا 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 يقول لك محمد علي عمل جيش وطني من المصريين ربط بين الجندية والمواطنة طب ليه ما عملش الضباط من المصريين؟ ما عملش كده من الأول كمان بعدين بالظبط لما بقى حتمية قدامه لان لما بص قاعده الجيش قاعده فلاحيه اما القمه فكانت تركو شركسيه محمد علي كان سبب مباشر في الثوره العربيه لا ده الراجل ده بيخرف بقى ايه اللي جاب محمد علي للثوره العربيه الفيروس اللي هو عمله ده ما خلى ضباط الجيش بأطراف الشراكسه اما جه سعيد باشا رقى الجنود من تحت السلاح باصبع عندي ضباط مصريين باصبع عندي فريقين متناحرين جوه الجيش خلاص طيب خلينا نكمل بس وهنوصل كده زراعه القطن كانت البارتيشن الثالث او القسم الثالث ويمكن القطن طويل التيله بالتحديد كان عماد الاقتصاد المصري والقطن طويل التيله زي ما حضراتكم عارفين تم اكتشافه بالصدفه خلاص ميسي جومل الراجل الفرنساوي اللي كان جايبه عشان يدير مصانع الغزل والنسيج شافه في حديقه احد امراء المماليك فطالب محمد علي بتوسع في زراعه هذا النوع من القطن ويمكن مع تغيير منظومه الري اللي دخلها محمد علي بتحويل ري الحياض الى الري الدائم ينسون ممكن لا هذا النوع من القطن كان بيطلع في شجيرات زي الفاكهه كده انما بالظبط الرفعي قال عباره رائعه وقبل 1821 لم يصلح القطن المصري الا للتنجيد فقط مع اكتشاف القطن طويل التيله والتوسع في زراعته انت عارفين من سنه 1824 كانت مصر بتزرع 50,000 انطار 50,000 فدان قطن سنه 1836 بقوا 320,000 فدان يعني زياده 640% وزادت صادرات القطن من 190,000 انطار الى 240,000 انطار في الفتره من سنه 1838 ل 1842 ومن 1843 ل 1847 اللي هو خد القطن حضرتك وحطه في الكوفيه في اشمون وبدا يستزرع هذه الانواع لغايه ما خد احسن نوع منها وبالتالي لغايه النهارده اطلق نوع قطن طويل كما قطن طويل كتير ده لوجي ستيبل ده حاجه تانية ما انا زي ما بقول لك الاول لو الجانب الايسر من التمثال برضو مقسم الى ثلاث اقسام بنفس الفكره الجزء العلوي هنا ده فتح السودان سنه 1820 ويمكن كان الغرض الاساسي والرئيسي من فتح السودان هو جلب اكبر عدد من السودانيين لتجنيده تضاف الى بعد كده اسباب كتيره جدا ومحمد علي ما كان دايما بيوصف كان يقول فتح السودان مش حرب السودان لان كان السودان بالنسبه له بلد واحده بيقول ده عمق استراتيجي لمصر وبيعتبرها حرب قوميه وكان دايما بيوصفه ان مصر والسودان
زي النخلة لو اتقطعت من النص مش هتثبت بيك، انا هتقع من ناحيتين خلاص. بس هنا برضو في خطأ مبالغة فنية في الفنان عملها، فوقع في خطأ تاريخي. يعني ما تبص لحضراتكم ليه المجسم بتاع فتح السودان، ان هو مصور هنا ان ابراهيم باشا هو اللي بيفتح السودان، وده خطأ تاريخي فادح. اللي فتح السودان اسماعيل باشا ابن محمد علي، وكانت نهايته مأساوية، اتحرق في السودان. وطبعا المبالغة الفنية الاكتر ان هو تصوير الشعب السوداني راكع تحت حصان ابراهيم باشا، وعايز يقول نوعا من رد ما قاموا به السودانيين من حرب اسماعيل باشا ابن محمد علي داخل السودان. وهنا المبالغه الفنيه ادت الى اخطاء تاريخيه، وده ما اثبتناه في البحث. المجسم اللي في النص هنا، وده هنا كتبت عباره غريبه جدا تحته: مصر تتمتع بالحكم الذاتي. مصر تتمتع بالحكم الذاتي، فهل تمتعت مصر بالحكم الذاتي في عهد محمد علي؟ لم تتمتع مصر بالحكم الذاتي، سواء في اختيار محمد علي او في فرمان الوراثه بتاع معاهده لندن 1840، فده ليس حكما ذاتيا، وانما ظلت تبعيه مصر. حتى لو كان حكما وراثيا في اسره محمد علي، انما ظلت تبعيه مصر للدوله العثمانيه. هنا تحت بيتكلمنا عن فنار الاسكندريه اللي عمله محمد علي وعمله المهندس المصري مظهر باشا، احد المبعوثين لفرنسا، ثم الباخرة أبو قير أحد أهم بواخر الأسطول المصري في عهد محمد علي بشكل مجسم تاني. الجانب الخلفي من التمثال بيعيد تاني شكل مجسم لفنار اسكندرية، ثم الأراضي الخيرية اللي هي أحد أهم مشروعات الري في عصر محمد علي اللي بدأت سنة 1833، وميسيو لينن المهندس الفرنساوي هو اللي حط التصميم بتاعها، الا ان التصميم وقف فجاه والعمل توقف حتى سنه 1842. بيتم عمل تصميم تاني وبيضع محمد علي حجر الاساس سنه 1847، الا ان القناطر افتتحت في عهد سعيد باشا سنه 1861. طبعا بيتوج التمثال من النواحي الاربعه، اربع تماثيل لابناء واحفاد محمد علي منتطون الكياد. وبرضو من الاخطاء اللي احنا لاحظناها في التمثال وذكرناها هي عدم وجود بطاقات شرح او ليبلز تشير الى اسماء ابناء محمد علي، مما يصعب على الزائر العادي التعرف على مين دول. فهنا هنلاقي على الناحية اليمين الخديوي اسماعيل والملك احمد فؤاد الاول، ثم محمد سعيد باشا والبطل الفاتح ابراهيم باشا. بمناسبة في معلومة كده صغيرة، في خطأ في التماثيل. اتفضل. معلش يا حضرات بعد اذنكم، اما الاقي تمثال الفارس لو لقيت الحصان بيجري اثنين مرفوعين معناه الفارس ده مات في المعركة. لو رجل واحدة مرفوعة يبقى مات بعد الانطلاق بتاعته في المعركة. لو رجليه أربعة على الأرض يبقى مات في السلوك بتاعه. المعلومة هنا بس شايفين ايه الفرسان أو الحصانة هنا مرفوع رجل منها بدون ما تكون في ولا واحد مات في معركة ولا متأثر بجراحة تماما، فبالتالي في خطأ. دي معلومة جديدة حلوة، الحمد لله لسه ما نشرتش البحث ده، نضيف. لا 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 بس اتأكد من المعلومة، المعلومة مش مظبوطة أبدا، اتأكد من المعلومة الأول. طبعا الموضوع أكيد أكيد الفنان يعني الفنان كان قاصد لو عامل كذا أو عامل كذا، هي معلومة مش أكيد، اتأكد منها. لكن المعلومة الأولى اللي هل الحكم تحت الدولة العثمانية كان سوري ولا الدولة ضعيفة؟ فاللي كان بيحكم عليه النهاية التتابع. النهاية التتابع. مش ولا تمثال في مصر ينطبق عليه قاعدة. وبالتالي كل حضرتك طيب. هنوصل بقى للنقطة المهمة. تعال تعال كل يوم اربع تعال معانا في القراءه.